أيها الأعزاء أيها العزيزات، إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها أنا حسني محمد النقدي أحييكم في حلقة جديدة من برنامج نحو المستقبل. إذن مشاهدينا الأعزاء، قبل أن نتحدث عن موضوع حلقة هذه الليلة، دعونا نذهب إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود اللقاء بكم، فكونوا معنا. عدنا إليكم من جديد مشاهدينا الأعزاء، والعود أحمد دائما. ويسعدني مشاهدينا الأعزاء في هذه الحلقة أن أستضيف الأستاذة ابتسام مطهر، مشرفة مركز عتق النسوي. أهلا ومرحبا بك على قناة عدن الفضائية وبرنامج نحو المستقبل. أهلا وسهلا بكم في محافظة شبوة في مركز عتق النسوي ضمن مشروع أمن وحماية المرأة بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تنفذه جمعية الحكمة اليمنية. بداية أستاذة ابتسام، لو تضعينا وتضعي المشاهد الكريم في صورة عامة لمركز عتق النسوي. اليوم نلاحظ أن للمرأة الشبوانية دور هام في صناعة المستقبل، تحديدا نحن نتحدث اليوم ابتسام عن مركز عتق النسوي. لتضعينا في صورة موجزة، وكذلك تضعي المشاهد الكريم في صورة موجزة لمركز عتق النسوي. طبعا احنا تأسس مركزنا في عام 2018 شهر 7، يعني بدأ العمل بشكل فعلي، وبدأنا باستقبال يعني المستفيدات منذ عام 2018. يعني كان يعني هو مشروع كان مدة كل مشروع يعني 6 أشهر، واستمرينا يعني إلى إحنا الآن في شهر 3 2020، يعني ختام المرحلة الرابعة. يعني مر مشروعنا في محافظة شبوة بأربعة مراحل، وكان في كل مرحلة يعني يكون نشاطنا بنفس الشيء، نستقبل المستفيدات، بعد ذلك نقوم بتدريب هؤلاء المستفيدات في يعني المجالات اللي ذكرتها، اللي هي الخياطة والبخور والعطور والكوافير، بعد ذلك نقدم لهن منح التمكين الاقتصادي. إضافة إلى أنه كل مستفيدة من المستفيدات اللي تدخل مركزنا، طبعا إحنا نستقبل في كل مرحلة 180 مستفيدة. كل مستفيدة من هذه المستفيدات طبعا أنه نقدم لها دعم مادي 150 دولار. وطبعا إحنا مشروعنا ما يستهدف فقط شبوة، مشروعنا ضمن قلت لك اللي هي تنفذ جمعية الحكمة اليمانية يستهدف شبوة ولحق والضالع، ونفس النشاطات يعني بالثلاث المحافظات، نفس ما هنا ما يتم في شبوة من تدريب وتأهيل للمستفيدات يتم بنفس الأسلوب في لحق وفي الضالع. معنا أيضا يعني المستفيدات 180 مستفيدة في كل مرحلة، وكل مستفيدة نقدم لها 150 دولار. من هذه 180 في كل مرحلة نشمل 50 مستفيدة. الخمسين المستفيدة هذه طبعا نختارهم من الحالات اللي هي يعني أو عفوا المستفيدات اللي هي أشد فقرا، اللي مثلا اللي ما فيش معها دخل، يعني من النساء التي تعول أسرتها، يعني المتحملة مسؤولية الأسرة. إحنا نشمل هذه 50 مستفيدة وندخلهم في التدريب والتأهيل، بعد ذلك نقدم لهم منح التمكين الاقتصادي، يعني يكون كبداية مشروع صغير، يعني هي تنفع نفسها وتنفع أسرتها، يعني يعني تكبر إيش من المدخول المادي لدى الأسرة. أستاذ ابتسام، نتحدث اليوم عن أبرز الإنجازات التي حققها مركز عتق النسوي. أبرز الإنجازات إنه إحنا يعني أبرز الإنجازات إنه إحنا قلنا المرأة يعني كانت هنا في محافظة شبوة، المرأة يعني نوعا ما يعني متقيدة في البيت، يعني عمل مشروعنا عمل نوع من إنه خرجت المرأة، تعلمت أشياء حرفية يعني تعود عليها بالنفع لها ولأولادها في المستقبل. أيضا إحنا يعني حاولنا نطرح للمجتمع أن هذه المرأة هي نصف المجتمع، يعني لأنه دائما هنا خاصة معنا في محافظة شبوة يعني هم يقولوا كل الاحترام والتقدير للمرأة، بس إنه المرأة دائما يعني عملها محصور،
فحاولنا احنا هذه المراه التي هي يعني في البيت لا تعمل شيء، حاولنا انه هذه المراه تكسب حرفه في يدها، تتعلم شيء، يعني تحسن يعني حتى لو نقول مثلا بعض الناس تحسن من الوضع النفسي لها وايضا الوضع المادي. فأهلنا هذه المرأة، دربناها، علمناها أشياء تنفعها، وأيضا يعني حاولنا نوجه أن هذه المرأة مثل ما قلت لك أن هي نصف المجتمع وهي التي تلد النصف الآخر. ماذا عن نسبة النساء المشاركات في مركز أعتقد النسوي وأيضا أبرز المديريات التي تم استهدافها هنا في محافظة شبوة؟ إحنا طبعا هنا في محافظة شبوة استهدفنا ثلاث مديريات اللي هي عتق وبيحان وعسيلان. معنا يعني كادر، معنا كادر في بيحان وكادر في عسيلان، يضم طبعا احنا معنا هنا في عتق ما يقارب معنا ثلاث متطوعات ميدانية هذا للتوعية، تكون هذه التوعية مجتمعية. ايضا معنا لجان وشبكات، اللجان والشبكات تضم في كل مديرية أربع يعني من الكادر الرجال، أربع لجان وشبكات إضافة إلى اثنين من النساء. يعني هنا في كل وفي كل مديرية نفس الحالة، يعني في بيحان نفس الوضع، في بيحان يكون معنا اثنين من النساء للتوعية المجتمعية وأيضا لجان مجتمعية وشبكات. ماذا عن حجم التعاون والتنسيق بينكم وبين بقية المراكز وأيضا بينكم وبين السلطة المحلية في محافظة شبوة؟ طبعا أكيد في محافظة شبوة في معنا طبعا تنسيق مع السلطة المحلية من قبل في كل أمور، يعني في كل أمور الجمعية وفي التواصل، يعني مع يعني دائما يكون في اتصال في أي أمر مع السلطة المحلية في برامج التوعية، في أي برامج أخرى. ماذا عن تشجيع أولياء الأمور وأرباب الأسر لا سيما للنساء والتحقهم بالتعليم والقضاء على محو الأمية المتفشية في محافظة شبوة؟ والله التعامل كان يعني جدا رائع، يعني يعني وجدت أنه مجتمع، يعني في شريحة مثقفة، في شريحة يعني كان يعني وجدنا إقبال، يعني حتى أنه بعض أولياء أمور المستفيدات التي أتونا إلى المركز يعني وجدنا أنهم هم الذي يعني أوصلوا نساءهم إلى داخل مركزنا حتى يتعلموا الدورات حتى يأهلوا أنفسهم، يعني كان ممتاز. اليوم المرأة الشبوانية مشاركة في سير عجلة التنمية في مختلف قطاعات ومؤسسات محافظة شبوة، أنت كيف تعلقين على ذلك؟ دور المرأة خاصة في الثلاث السنوات هذه الأخيرة، يعني دور المرأة كان ممتاز جدا. بدأت المرأة يعني تبدع في شتى المجالات داخل شبوة، في التعليم، في الصحة، في حتى الآن يعني في الدور يعني الجمعيات المنظمات، يعني وجدنا إنه إقبال المرأة في هذه السنوات الأخيرة إقبال يعني يشهد له، يختلف عن السنوات الماضية، وهذا يعني إن يعبر عن شيء، يعبر عن إنه مدى إدراك المجتمع الشبواني لأهمية دور المرأة في المجتمع. برأيك أستاذة ابتسام، كيف لعبت اليوم المرأة الشبوانية دورا في صناعة القرار ومشاركة أخيها الرجل في مختلف القطاعات ومؤسسات الدولة والمرافق الخاصة والعامة الأخرى في محافظة شبوة؟ المرأة دورها مهم جدا. سبق قلت لك أن المرأة هي نصف المجتمع، يعني من الخطأ الكبير وخاصة نحن في مجتمعنا إحنا في اليمن انه تهميش دور المرأة، لانه المرأة لها دور كبير، وفي يعني المرأة قلت لك هي نصف المجتمع. يعني المرأة ربما الان اصبحت في وقتنا الحاضر، ربما المرأة اصبحت في كثير وخاصة بسبب الحروب، بسبب انه اكثر الحروب ولدت عندنا اكثر النساء اصبحن يعني ارامل، مسؤولات عن اسر، يعني هذه المرأة تجدها عاملة خارج البيت، بعدين تجدها داخل البيت هي التي تربي، هي التي تنصح، هي يعني أصبحت يعني لها دورين، دور داخل خارج المنزل ودور داخل المنزل. فالمرأة دورها كبير جدا في المجتمع، وربما أنا يعني مش كأنه يعني أتحيز إلى المرأة، أنا أجد المرأة يعني تتعب وتشقى أكثر بكثير من الرجل في وقتنا الحاضر.
نظرة المجتمع اليوم للمرأة اليمنية بشكل عام وللمرأة الشبوانية بشكل خاص، كيف تقرأين ذلك؟ أنا المرأة الآن أصبحت يعني اختلفت نظرة المجتمع للمرأة في الماضي كما نظرة المجتمع للآن. المرأة الآن يعني ينظر لها بكل احترام بكل تقدير، لأنها دخلت كل المجالات وأبدعت في كل المجالات. ودائما المرأة يعني عندما يعني تمسك مكان معين تحاول أن تبدع في هذا المجال. المرأة الشبوانية همشت كثيرا في الماضي، اليوم نحن لاحظنا وجود المرأة اليمنية ومساهمتها في كثير من المرافق والمراكز الأخرى في هذه المحافظة، أنت كيف تقيمين ذلك؟ انفتح المجتمع، تغير نظرة يعني المجتمع الشبواني للمرأة، كل هذه الأمور أدت إلى أن المرأة يعني كان من قبل يعني تقريبا تعليم المرأة في المجتمع الشبواني ضعيف جدا. الآن المرأة يعني خرجت، يعني انفتحت الكليات المعاهد للمرأة، يعني هذه كل الأمور كانت غائبة. هذا تاح للمرأة أنها تتعلم، تاح للمرأة أنها يعني تدخل وتشتغل في كافة المجالات. هو هذا الفارق بين يعني ما كان سابقا وما هو موجود الآن. يعني المرأة تعلمت، المرأة يعني خرجت اشتغلت في شتى المجالات ويعني أبدعت. يعني المرأة الشبوانية يعني أبدعت في كافة المجالات. برأيك كيف تنظرين إلى مستقبل المرأة الشبوانية؟ أنظر إلى مستقبل المرأة الشبوانية أنها يعني مستقبل زاهر بكل المرأة الشبوانية، لأن المرأة الشبوانية يعني مثل ما قلت لك سابقا إذا دخلت في مجال يعني تبدع في أي مجال. تدخل المرأة الشبوانية يعني هي بتكون يعني امرأة ناجحة في أي مجال. لو نتحدث أستاذ ابتسام مطهر عن تشجيع السلطة المحلية اليوم للمرأة اليمنية لسيما في مختلف المجالات، اليوم نحن لاحظنا هناك تقدم للمرأة الشبوانية اليوم في مختلف المرافق العامة والموروث الشعبي، هناك اليوم مشاركات للمرأة الشبوانية بالأصح نحن نتحدث عنها اليوم، أنت كيف تقرأين ذلك وما هي الأسباب التي جعلت اليوم أن المرأة الشبوانية تنطلق نحو الأمام؟ السلطة المحلية تشجيع للمرأة يعني كان تشجيع، يعني ما كنت يعني السلطة المحلية اللي تشجع المرأة في شتى المجالات، يعني معنا جمعيات، معنا دائما يعني دائما احنا من مركز عتق النسوي احنا لاحظنا انه تعاملنا مع السلطة المحلية كان يعني تشجيع لنا، دائما كانت تدعمنا في اي شيء. يعني دائما السلطة المحلية كانت تقف الى جانب المرأة وتشجعها وتدعمها، فكان دور السلطة المحلية رائع جدا في كافة المجالات. ودائما حتى يعني لو وجدنا جمعية ما أو مركز ما يعني ما أقمش دورات أو في خلال فترة معينة يعني انشغل هذا المركز في أشياء معينة أو ما أقمش هذه الدورات الحرفية ولا دورات التأهيل، دائما نجد أن هي المرأة الشبوانية هي التي تطالب بهذا الشيء. يعني وجدنا أن المرأة الشبوانية مش إحنا نبحث عنها، أصبحت هي تبحث تجي تتعلم في الخياطة، البخور، الكوافير، الحياكة، يعني أي مجال المرأة إيش تجي تخرج وتتعلم في أي مجال. ابتسام مطهر مشرفة مركز عتق النسوي في محافظة شبوة، برأيك ما أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه المرأة الشبوانية؟ لابد يعني نجد أن المرأة مقيدة بالعادات والتقاليد، مقيدة بعدة أمور لا تستطيع أن تخرج عنها، يعني تفرض عليها برغم أن المرأة قلت لك خرجت وأبدعت في كافة المجالات، ولكن نجد أن العادات والتقاليد ومسيطرة، لأنه إحنا يعني في مجتمع قبلي، يعني برغم أن المرأة قلت لك يعني لتحاول جاهدة أنها تخرج أنها تبدع في كافة المجالات، ولكن العادات والتقاليد يعني تجد أنها يعني هذه الأمور اللي تواجهها المرأة. يعني مش كل يوم وقتها انه انت للبيت، هي بتدرس وبترجع تقوم بمهام البيتيه، يعني مش مشكله انه بتكمل دراستها بتكمل عملها وبعد ذلك لما ترجع الى البيت هي بتنفذ مهامها كاي امراه.
اليوم محافظة شبوة تخطو بثبات نحو الازدهار ونحو التقدم. اليوم هناك الكثير من المشاريع التنموية والخدمية. اليوم أصبحت محافظة شبوة تحتضن الكثير من أبناء المحافظات الأخرى. شبوة اليوم غير شبوة بالأمس. كيف تعلق الأستاذة ابتسام مطهر مديرة مشرفة مركز عدق النسوي في هذه المحافظة على ذلك؟ طبعا شبوة يعني الآن أصبحت برعاية المحافظ. يعني شبوة الآن أصبحت عجلة التنمية فيها جدا رائعة في كافة المجالات. يعني ونحن نسأل الله أنه يديم علينا هذه النعمة وأنه نواصل يعني مشاريع التنمية ومشاريع البناء بكافة المجالات. إحنا لو بقينا على يعني السير على ما نحن عليه الآن، لو بقت يعني عجلة التنمية وبقى يعني الوعي وبقى وضعنا يعني الأمن والأمان داخل شبوة ويعني وبقاء المحافظ، يعني الله يحفظه لنا، لأنه يعني المحافظ أضاف إلى المحافظة أشياء كثيرة. شبوة الآن يعني أصبحت يعني تغيرت الآن من يعني بفترة بسيطة، تغيرت تصريح الطرقات، تغيرت في كافة المجالات. يعني العمل المخلص لأبناء شبوة يعني هذه هي يعني إيش اللي بيقدم شبوة إلى الأمام، بي يعني عجلة إيش بتكون عجلة التنمية داخل شبوة. رسالة المرأة الشبوانية على أثير قناة عدن الفضائية وتحديدا برنامج نحو المستقبل لمن؟ طبعا المرأة أحب أقدم رسالة للمرأة، يعني إنه لا تخلي أي يعني أحيانا في يعني أكيد معانا شريحة بالمجتمع يعني نسميها شريحة يعني تحبط المرأة في كافة المجالات. يعني دائما ينظروا في أكيد معنا شريحة بالمجتمع تنظر إلى المرأة أنت يعني أنت دائما هذه المقولة أنت إلا مرأة، مثل ما قلت يعني دائما أنت مكانش البيت، أنت ما تنفعي إلا لتربية الأطفال، أنت دائما يعني حتى أني أجد الآن وجدت كثير من النساء ويعني حتى مقولة ربما وجهت لي يعني حتى لو درستي لو عملتي لو 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 دائما يعني انت شلي شهادتش واطرحيها بروزيها في المطبخ. يعني فهذا يعني ايش الاحباط، يعني ايش المحبطين للمراه، يعني انت دائما المراه لا وجدت بكافه المجالات، حتى النساء ياتون يتحدثوا لي بهذا الشيء، يعني انت المراه يعني انت ما كانش فقط المطبخ، ما كانش المطبخ تربيه الاطفال. طبعا احنا اني اوجه رساله لكل مراه، انت يعني عزيمتش باصرارش تقدري تبدعين، حتى لو في بعض النساء تقول أني أمية، أني يعني كيف يعني أنتوا يعني المتعلمات خرجتوا اشتغلتوا بكافة المجالات، بس إحنا الأميات كيف بنع؟ طبعا أنتي أمية، أنتي ربما بتبدعي بمجالات إحنا المتعلمات ما نقدرش نبدع بها. يعني في مجالات مسكوها النساء وأبدعوا في هذه المجالات. فدائما رسالتي للمرأة، أنتي مركز إحباط لنفسش، فأنتي يعني يا أما أنت يعني بتشجعي نفسك وبتتقدمي خطوة خطوة بتطلعي السلم، أو أنت بتجلسي على درجة واحدة، يعني أنت اللي سببتي لنفسك بهذا الشيء. هذه الرسالة أوجهها للمرأة. ابتسامة مطهر مشرفة مركز عتق النسوي، كلمة أخيرة في نهاية برنامج نحو المستقبل على قناة عدن الفضائية. كلمتي أحب يعني أوجه النساء، يعني أنت المبدعات، وإحنا يعني دائما دائما يعني إحنا النصف الآخر للرجل، أن المرأة هي معينة للرجل في كافة المجالات، معينة للرجل في المنزل، معينة للرجل أيضا في خارج المنزل. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكرك أستاذة ابتسام مطهر مشرفة مركز عتق النسوي على هذا الإيضاح وعلى هذه الشفافية في الحوار، ونحن نشكر دائما كل جهودكم التي تبذلوها لا سيما في مجال الارتقاء بالمرأة الشبوانية وتشجيع الفتيات والفتيات في مختلف مديريات محافظة شبوة 17. شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أحبتي أينما كنتم متابعينا متابعي قناة عدن الفضائية وبرنامج نحو المستقبل. وهذه تحياتي أنا محدثكم حسني محمد النقدي، وتحيا زميلي المصور الرائع دوما ودائما فيصل لحوس. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.